وعرفنا شو معنى العمل الجماعي وشو ممكن يفيدنا. كل وجه مجتمع التعاون كتير حلو. هي مشروع ثورة التعاون الإلكتروني المشترك تشجع open source التعليم المفتوح. ما في حد أحسن من حدا، كله متماضي وكله فيه يصير أحسن شيء. الهدف الأساسي من الكلوزيا إنه نزيد المحتوى العربي على الإنترنت، وهو للأسف كتير قليل. نستفيد من كل خبرات اللي أكبر منا واللي أصغر منا مشان نكون على مستوى راقي وعالي. المعلومات تجي من كل مصادر تعاونية. نكون دائما على تفاعل مع بعض وعلى تواصل مع بعض. أي شيء كتبناه حدا يصحح لحدا، نستفيد من بعض، وهذا شيء كتير رح يخلينا نتقدم إن شاء الله بأيام الجاية. ثورة التعاون المصري المفتوح.